خرج ريب خرج وكري وتسنى الحل. فعلا نعس انا ومرتي ولادي مشي شغلنا فيك موت نعس تحت الشجر. توفيق وسليمان وعمر انا كنقول الناس اللي شهيتهم في التعذيب وفي العقاب عوقبوا. اليوم راه كيتعاقب الوطن مع توفيق. والله توفيق ما كيتعاقب، يعاقب الوطن المغربي. راه المشكل اللي كاين اليوم المغرب الخطير جدا هو ان النخب التي وصلت الى تدمير الشأن العام راه دون المستوى وخوافه وجبانه. صحاب شي وحدين انا ما عرفت شنو غنواجه، حتى شحال نواجه هنايا. لا كنهضر على السكن الاقتصادي 17 مليار في شويه الفلوس مشى الحوت في اطار التوت وطلقه، ومع ذلك مخرج ليا في كل صفحات هذه الايام. علاش الاحزاب السياسيه دابا علاش ما توجدش القصر الملكي؟ مرحبا بكم، كل اثنين كنقدم حلقه من برنامجكم الاسبوعي اسبوع في حلقه. هاد الاثنين تزامنت مع العطله ديال العيد، عدد من المتتبعين يصرون على بث هذه الحلقه فاثرت وخلي يوم الثلاث نديروا حلقه ديال الاثنين. هاد السيمانه عرفت العديد من الاحداث ولكن اختارينا اربعه ديال الحويجات. خبر حول استدعاء محمد مبدع الذي انتخب مؤخرا رئيس لجنه العدل والتشريع من طرف الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، ثم المتابعة بحال الصراحة للفنان العالمي سعد المجرد. ضمن هذه الحلقة نوقف عند مشاهد مؤلمة لضحايا السكن العشوائي في الصخيرات مواجهة مع السلطات العمومية، وضمن هذه الحلقة نعرض واحد تسجيل صوتي منسوب للعمدة ديال الرباط التي لا تتصرف كعمدة، تتصرف بطريقة فظة وبطريقة تسيء للعاصمة، تسيء للعمل السياسي، تسيء للمرأة، ولو أنها في الحق لا تسيء إلا لنفسها. هذه السيدة المعروفة بعنفها وبيعني أنها واحد التعامل فض بكل ما، رغم أن المرأة المغربية معروف عليها الحمد لله يعني الرقة والعذوبة والأنوثة في التعامل. طبعا كنقولش الأنوثة بداك المفهوم، الأنوثة بمعنى واحد النوع من الكياسة والذماتة واللباقة، ولكن هذه السيدة في محطات ونعشركم واحد الواقعة. هذه السيدة وتسمح لي سياسيا فضة، هذه العمدة فضة سياسيا وتسيء للرباط ولساكني الرباط وللشعب المغربي. خوتي المغاربة غادي نبدأ بالإفراج على سعد المجرد بشي يحتفل بالعيد مع أسرته. وبمناسبة العيد مرة أخرى كنهنيو المغاربة، كنهنيهم بهذه المناسبة قصرا وعلى رأسهم الملك محمد السادس ولي العهد ومولي رشيد وكل أفراد الأسرة الملكية. وهذا القصر هذا كامل كنتقدموا له بأحر التعازي، الملك كما قلت ولي العهد والمستشارين ديال الملك واللي خدامين في القصر الملكي وكل شيء، فكنتمنى لهم عيد سعيد. واللي مريض اللي مريض في القصر الله يشافيه. الشعب المغربي طبعا قاطبة بدون استثناء، اللي في الحبس الله يفرج عليه، اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده شي محنة الله يفك عليه، والله يجعل هذا العيد فاتحة يوم وبركة على الجميع. خوتي المغاربة كلكم تابعتوا سعد المجرد تم الإفراج عنه، واللي كيتبع هذه القناة ما هضرتش قبل العيد عمركم مولف كل مناسبة كندير حلقة قبل العيد، كنبغي زعما بعقليتي ندفع في اتجاه المعتقلين يخرجوا، ماشي الناس الدوله مقابلاني هيك ديك الاسر وزوجات المعتقلين وخوتهم على الاقل ننساوهم الناس. حنا وبعض الناس كنبغيو نفكروهم، ديما كنفكرنا في زوجات المعتقل وخوتهم، تما نحسهم راكم ماشي بوحدكم، راكم في بالنا باش كنخفف الامهم. هذا هو الهدف ديالي، ماشي باش نضغط على شي جهه ولا الدوله. وكنت احيانا من بعض ذوي النيات الحسنه ناس مغاربه غزالين كيعيطوا ليا تيقول لي حامد ما تهضرش على العفو عفاك ولا الافراج، كنقول لهم علاش؟ تيقول لي راه انتم اللي كتهضروا وحنا عندنا واحد النظام تيمشي معاكم بالعكس، انتم كتهضروا والله لا خرجوا غيبقاو تما. تصور مشيت مع هذه الفلسفه، تصوروا نيتي كي ما هضرتش في هذه الحلقه، تبعوا الحلقه ما جبدتش كاع لا بعد غنشوفوا هذه الفلسفه واش غتسلك ميكناها. حتى في صفحتي ما قدرتش نقول تمبروك العيد المغاربه، والله ما قديتش. رجعوا للفيسبوك مولف ديما تنقول المغاربه مبروك العيد، لقيت راسي غنكتب ديك مبروك العيد سيرتو ملي ما خرجوش الصحفيين وبعض العائلات. علاش من عيد؟ علاش نقول مبروك؟ تقول هذا مبروك واش وحده ما عندهاش راجل في الحبس؟ واش غتبارك؟ تكذب على راسك؟ حنا عيد، اما نعيدوا كلنا ولا على اي. فبهذ الخلفيات ما كتبتش لا مبروك العيد ولا هضرت في هذه الحلقه. دابا سهل هذا الشيء، دابا قلنا لكم مبروك العيد حيت داز داك الشيء، الناس راه اللي تجرح تجرح واللي بكى بكى واللي ما كاين باس. دابا انا بغيت نقول لكم واحد القضيه في هذا الموضوع، بغيت السلطات المغربيه والشعب والنخب ومنتجي الفعل السياسي تفتح صدرهم الاسئله غنشارككم. دابا سعد المجرد شنو داير؟
متصب واحد السيده ولا حاول ياك عنده اعتراف عنده اعتراف مدان مدان طرف قضاء علاش خرج؟ شنو الفرق بين سعد المجرد وعمر راضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الرزولي؟ انا سأقول فرضا غنحتمل هاد التهم اللي ضد هاد الصحفيين ثابته فرضا ماشي في الواقع. وهذا وعلاش واحد الزملاء صحفيين كنت كنناقش معاهم والله ما غادي نسالهم ولا نرجع وفي اطار اخوي بحسن النيه ربما ما عندهم افكار بحسن النيه هي كتجي فرصه ندافع كنا كنقولوا فرنسا احسن من احنا احسن من فرنسا باش انا كمغربي وطن انا نبغي نكون احسن من فرنسا في طرقاني في سلاحي في اخلاقي في تسامحي في سعه صدري واخطر انا كنقول الديانه الاسلاميه نزلت عندي وانا كنقول لهم انتم المستعمرين وما كنكذبش انتم مستعمرين وفرشختونا ودرتونا ودرتونا ومستعمرين وحنا احسن منكم انتم خباته وفي البرلمان الاوروبي وكتحركم وراء كواليس وغداره وكتخونوا الصداقات العريقه والشراكه مزيان كي خصني نقدم عربون على انني ضريف خصني نقدم عربون هذاك الاخر اللي كان بغي نعبئ ضده بانه غليظ القلب وخبيث وفيه وفيه دار خطوه انسانيه ومعامن الضحيه المفترضه فرنسيه والجاني المفترض مغربي وكاين صراع وكنا روجنا مؤخرا على ان فرنسا تقف وراء سعد المجرد وتقف وراء حكيمي وتريد بنا سوءا. انا هذه الخطوه فرنسا والله العظيم الا بغيت نقراها في 7000 اول فكره جاتني على فرنسا من سعد المجرد قلت هادو يريدون بنا سوءا بهذا العفو بهذا المصارع شو مشي عقلي قلت كيحرجوا النظام المغربي هما عارفين النظام الى فرجوا على سعد ما يفرجوش على الصحفيين النظام مع داخل معاهم في براد فير ما يقتفيش اثرهم اذا هما شنو بغاو الفرنسيين ما ازقونا ما باغيش الملفات الحقوقيه تفتح ما باغيش الملفات السياسيه باغي يخلقوا مشكل ما بين النظام والشعب المغربي وهذا سعد المجرد المتابعه ديالو جات في هذا السياق ها احنا احنا ارحم بولدكم اللي مغربي كتقولوا احنا اتهمناه احنا اتهمنا احنا اللي درنا سعد المجرد ها هو غنطلقوا انتم ما طلقوا الصحفيين انتوا ممكن تلقوا شي حاجه اخرى ولكن الصحفيين الحقوقيين وهذوك اللي هضر ما تلقوهمش مشى بالي بهذا الاتجاه شو كنقول له القضاء الفرنسي مستقل واش قضاء فرنسي عاد يدير السياسه ما عنديش جواب عندي رؤيه القضاء المستقل السياسي الفرنسي ولكن بعد عاوتاني كنرجع لمدين بركه تنقول القضاء مستقل علاش علاش القضاء ما بدش في بركه اذا كان مستقل الفرنسي علاش هذه الحقيقه عنده وباقي مخبيها لدابا فهل هم جرى من الاسئله بغض النظر على الجواب على هذه الاسئله اللي ثابت اخوتي المغاربه علاش حنا ما نفرجوش وانا ملي كنقول حنا والله يا اخوتي المغاربه كنهضر معكم بقلبي انا خرجت من ديك واحد الوعي كان عندي دير كنقول القايد والعام انا اي ازمه عندي ديما مركبه وبوعي ومسؤوليه حنا 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 كشعب حتى حنا مسؤولين على الافراج على الزفزافي وعلى سليمان حنا حنا شي اي مغربي واخا تكون عنده غير نجمه سته في فيسبوك ما خدامش يخرج الزفزافي وخرج باش كتخرجهم باش بالضغط كيدير هذا الضغط الضغط في اطار القانون السلمي ضغط الدوله واش ملي كان الضغط كبير في هاجر ريسوني ما خرجتش واش ملي كان الضغط في عدد من الملفات كيكون الانفراج الضغط ملي كيكون الضغط قوي جدا وعاد عداله القضيه عاوتاني وكتكون شروط معينه كتكون مصلحه البلاد ماشي الضغط بوحدو كيضغط على النين. لا 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 الدولة مثلا في المعركة ديال الريف راه كان ضغط دولي ولكن ملي كان شوية ديال كانت المبالغة من طرف بعض كان ضرها تصريحات ما كانتش مسؤولة كانت خطوات غير مسؤولة وكان الضغط في اتجاه ماشي رغم ما عدالة القضية والملف الاجتماعي وخا يكون كما كان عندهم كاين بعض الناس ما حسبوهاش ما عرفوش يتصرفوا الضغط بحال مثلا هاجر كان إجماع بواحد الطريقة وكان ضغط بواحد الطريقة خطيرة جدا في واحد اللحظة الناس اللي داروا هذه المتابعه على هاجر تعزلوا كان المعزولين كان ضروري خصو يتفك ذاك الملف لانه ملف عنده واحد مع كامل الاسف ملفنا حنا وملف الريف والصحفي واخا ضغطوا علينا كي كان واحد الضغط الناس ما عرفوش يجيريو وكانت بعض الخذلان من طرف بعض ما بغيتش نرجع لهذا الملف انا عندي سؤال اخوتي المغاربه انا كنعاود لكم هذا سعد المجرد في فرنسا خرج واش ما تحرجناش كمغاربه بغض النظر السياسه عملي علاش انا ما نعطيش العبره حنا خير امه اخرجت الناس علاش الاحزاب السياسيه دابا علاش ما توجدش القصر الملكي علاش وانا باقي كنقولها وخا الناس ما كتعجبهمش الهضره راه الملف ديال الريف وملف ديال الصحفيين هاد الملف كله غيتحل في اطار
يعني الناس يتوجهوا للقصر الملكي. واش عندك احزاب غيتوجهوا للقصر؟ واش عندك امناء اعمون في المغرب اليوم؟ واش كاين امناء اعمون؟ واش عندك حياه سياسيه في المغرب؟ ملي قلت ديك المره انتهت الحياه السياسيه في المغرب ما قبلوهاش بعض الناس، وهي الحقيقه المره. الحسن الثاني واحد الوقت قال السكته القلبيه، مشي تا السيه قال السكته القلبيه جايه. ومؤخرا البراوي جمال البراوي كتب نهايه السياسه في المغرب. جمال البراوي اللي كنعرف انا باقي ما عرفت ديك السيد قال لك الرضاع ولا ما عرفتش، يلاه حبيبي في الصحافه قال وما هضر معاه حتى واحد على المهداوي، قالوا لي اش قلتي انت؟ وقلت لهم المغرب انتهى سياسيا. واش ملي كيولي هما لي الشكاير هما لي 17 المليار كيقودوا الشان السياسي انتهت البلاد ولا باقا سياسيا؟ كاين شي عنوان ديال الافلاس السياسي كثر من هذا؟ واحد كيقول له كاين البؤساء في المغرب، ولكن ماشي بؤساء. نو نو نو، انا كنوعى كنقيس بزاف ديال المصالح ديال الفاسدين، الفاسدين كيخرجوا هذا الشيء، ولكن المغاربه اذكياء في كل حمله ضدي كيعجبوني المغاربه. عارف المهداوي عاش الملك، الله الوطن، الملك رضا الوالدين، عقلوا عليا انا داير بحالهم. وضد الفساد انا ما معارض، ما عندي شي اجابه، ما عندي شي مشروع، غير صحفي صغير ويقاد بيا عام خزني، ماشي حتى الدوله، عام خزني قاد بيا انا، عندك نبقى نقول لكم انا راه معاه، وكنخاف وكذا بحالي بحال ايها البشر. صحابهم شي وحدين انا ما عرفت شنو غنواجه، حتى شحال نواجه هنايا. انا كنهضر على السكن الاقتصادي 17 مليار في شويه الفلوس مشى الحوت، في اطار التوتر واطار القلق، ومع ذلك مخرج ليا في كل صفحات هذه الايام. علاش؟ لانني اصبتهم في مقتل الجهات الفاسده وسط البلاد، في الاحزاب وفي الاداره وهلم جر، ووسط الشعب عاوتاني بان كاين ناس اللي مستعدين يديروا جميع الادوار. دابا انا خوتي المغاربه بوجهي مليان وجاوبوني، هذا سعد المجرب فنان مغربي متفقوا معاه في الفن وما نتفقوش كله شغل، هذا واش كاين جريمه اغتصاب ثبت لدى القضاء الفرنسي مؤقتا؟ كاين. وعلاش تسامع مع القضاء الفرنسي؟ علاش كان زوين هذا؟ علاش كان ظريف؟ علاش كان حقوق؟ علاش كان اسم؟ وعلاش حنا في هذه الارض لا؟ اش دار هذيك البنت مع عمر راضي وهذيك البنت مع من الفرنسيين؟ ما كيحترموش المراه الفرنسيه زعما، هذا القضاء ماله احبق؟ وعلاش؟ هذه سؤال اخو ديال هذا هو مربط النقاش، ما يناقشولكش الناس. سؤال الا علاش؟ علاش؟ شنو دار عمر؟ خوتي المغاربه الوطن اكبر من الجميع، والمسؤولين المغاربه كنقول لهم الوطن اكبر من الجميع، كبرت من الدوله الوطن. الدوله اكبر من الجميع، الدوله اكبر من الجميع، كاين شي حاجه اكبر من الدوله، شنو هي؟ الوطن. الله، خصنا نكونوا اذكياء عباد الله. خصنا نكونوا اذكياء. علاش؟ علاش دابا الاحزاب؟ علاش البرلمان عنده العفو؟ نديرو كيقول لك اسيدي بعض المسؤولين، علاش البرلمان عند علاش الدستور شنو قيمته؟ علاش البرلمان ما يتقدمش بعفو؟ لا يعني. تصور عندك حاجه وكنت حرجو قدام العالم تيقول لك يلاه كنتو معلمين وتقدم اخويا واش غيوقع لك؟ شنو غيوقع لك كاع؟ الناس ناقصت ميزانيه القصر عمر بلا فريج، اش وقع لهم؟ اش وقع لهم؟ الملك والقصر ولا كيهضر بالملكيه البرلمانيه وخرج عزيمان ذاك الوقت وخرج المانوني. راه المشكل اللي كاين اليوم المغرب الخطير جدا هو ان النخب التي وصلت الى تدمير الشان العام راه دون المستوى وخوافه وجبانه، راه اصبحت عدوا للوطن، راه ما تنتج لك حتى مبادره. وهذا هو اكبر ما يواجهه المغرب الحبيب. ما عندكش ناس يخلق لك الحادث، ما عندكش ناس يتحملوا لك مسؤولياتهم، ما عندكش الناس يواجهوا الصهد اللي دخل عليهم، عندك ناس كيكذبوا وحق الله وشعلت البلاد العافيه تيخرجوا لبرا ويهربوا. هاتت من الناس هنا يدبروا الشان العام، والله خوتي الا لقيتيه حداك هنا في المغرب ودابا راه مقرفط وكيهضروا كنعرفوهم، ايوا هادشي اللي هي مبادره. توجهوا الى القصر الملكي، فين كتحشر كي كنتي كدير رساله والمذكره؟ فين فينكم احزاب الكتله؟ فين كالاستقلال؟ ايوا ديروا القصر شي، ها ما حرجتكمش هاد السؤال سعد. انا كمغربي نقسم لكم بالله تمرت مرت في هذا العيد. تنقول دابا هذاك فرنساوي مستعمرني وكنعيق عليه والبرلمان الاوروبي وحنا احسن واخا مزيان، وهو دار سلوك انساني، دار سياسه انا ندير مع السياسه. كاين العديان، شوفوا موريتانيا اش كدير معنا في المشاكل عباد الله، شوفوا تونس كي دارت لنا، اما الجزائر عدائها ولا النظام ثابت. ايوا حنا كنصراو مع فرنسا، شوفوا التقرير الخارجي الامريكي كيفاش داير، وكاين التامك يقر بان الموقف الامريكي يكون عنده تداعيات في الصحراء. ايوا ديروا لنا شي خطوه عباد الله اتجاه الملفات اللي عندها. إذا كان هذا اعتقال عمر راضي وسليمان وهالصحفيين وهالزفزافي يقدرنا ولا ربحنا؟ عندي سؤال، عطيوني شكون اللي ربح من اعتقال عمر وسليمان كوطن كنهضر؟
اك سيدي كيقولوا ملفات مفبركه بعض الجهات. ايوا حنا غنديروا العفو. ما معنى العفو؟ راه غنخرجوا منها واعرين كدوله. العفو عفينا عليهم، غنقولوا كاع سيدي الافراج. اذا شنو انا دابا سليمان الى خرج توفيق ها هو خارج ليه توفيق وسليمان، شنو غيوقع للبلاد؟ الربح والخساره. الربح انا كنبقى نخمم بمصلحه الدوله، تنقول حامد ربما انت غايب عندك شي حوايج، ربما اسيدي تاب شي فعايل وكاين شي اجندات وكاين شي حاجه كان العقاب شهر. انا صافي هنا كيتخربقوا لي المغاربه. شوفوا المغرب هذا الفاعل، هذا هو فلان خالد ولا احمد ولا ادريس، هذا خالد ولا احمد ولا توفيق ولا سليمان راه عنده امتداد، عنده وليد، عنده بنيه. واش ها حيت وليد ما نعاقبوش؟ عاقبناه شحال دوز؟ واش العبره بكيلو بخنشه الحباسات ولا بس؟ والعبره عبد الادانه الشعبيه راه عرفتي توفيق اش داروا له؟ انا كنت زعما شي ناس كيتصنتوا لي في السلطه والله، وحتى دوك اللي كيعتبروا راسهم بين قوسين، ماشي كنقول بين قوسين، لحقاش كاين فيه روايات، راه كاين القضاء شحال من مره عطى موقف وجا السنوات الرصاص، والملك محمد السادس راه فايت هضر في شي جريده على وقع التجاوزات في الملف السلفيه، فما نقدرش نقول سيرتو انا صحفي وكاين روايات واحترام مشاهير عباد الله. الشيكو كان انا توفيق والله ما نشدوش نهار. علاش؟ ولو شوف فرضا دار داك الشيء فرضا يفهموني، حيت العقاب اللي دوز توفيق يا ربي ما تبغيش العدو شهر به واسرته ووجهه. وانا ما عرفتش هذه الامه الاسلاميه علاش قاسيه ماشي بعض هذه الارض اللي كنقول حنا خصنا نكونوا قدوه في الرحمه، عندنا اقصى اشكال العقاب. ما كنبغيش نفهمها. خطابنا متضخم في الحقوق وفي الانسانيه ونحن خير اخو ما خرجت من الناس وهذا قول الله ما فيش نقاش، ولكن حنا كبشر ما كنترجموش قليل. علاش حنا قاسيين؟ علاش بشر ما كتعرفوش وكيدير لك فيديو وتيبدا يكذب عليك ويزور عليك القنديله بحالو؟ قلتي البشر شحال قاصح غيري وكيصلي وكيصوم وكيزكي وكيصف قهوه وقادر يزور عليك ويعطيها 5000 درهم مع 2000 درهم مع كيحسدك. كنقول فين هو ذاك الخطاب الديني ما كينعكسش على سلوك الناس؟ حنا ماشي ملائكه، حنا كنغلطوا، ولكن كنهضر على الغلو في القسوه، الغلو في العقاب. 15 عام بحال دابا توفيق تدفن هو حي بالتراب وعنده جوج وليدات، وذوك جوج وليدات ولادنا، وهذاك الولد ما شافش باه. اسيدي توفيق ما قلناش يتسامح الا دار، وعاش والعداو واخ عاب الاول الثاني الثالث، وذاك الطفل اللي غادي كيكبر وذاك الطفل راه يخرج للمدرسه ويخرج وبنته، عندك جوج كائنات ومراه، ثلاثه الكائنات. ما يتعاقبش اسيدي يتعاقب. ايوا عام حتى المشرع ملي كيدير هاد العقوق واجب. وتا ملي كنقلب الملف كون كنت عالقيت في الملف شي طفله باقا عندها 16 عام قصيره ما عندها ما تاكل شي جنويه شي اكراه، وانا كنقلب بناتها عباد الله كبارات فلاش. انا ما تنقولش الاعتداء يكون عليهم، هادي غير ظروف تخفيف ولا ظروف. شوف كان شي بنت باقا صغيره بحال ديك ديال البنت راه شتو كيفاش نوضنا عليها الصداع شي حاجه. انا كنلقى يا خوتي الناس بعضهم ما كنقولش كاملين محرك لك السياسه وكتخرج لك الشارع وكترافع عليه مع النظام السياسي وانت مطلب ضد النظام وقاعده تخرج الفضائيه الدوليه وتنتج مرافعه في القانون، واش هذه كتعاني من الهشاشه وضعيفه وافترضوا كاع عينك كتبقى تبقى نقولوها مؤلم هذا الشيء. والله اخوتي ما كنحمل نهضر في هذه المواضيع، ما كرهتش انا هذه مرحله بلادي نمشي نناقش في كذا ونعرف المشاكل. دابا تيقول لك المهداوي باش نعرف باش دابا اش غنقول نخرج نكذب على المغاربه اش غنخرج نقول؟ اي عندنا الطرقان زوينين عندنا درنا مجهود درنا محاوله، ولكن علاش 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 هاد محمد الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار السعيد، ولكن الحسن الثاني كان ديك اللحظه احزاب سياسيه، هذا اللي ما كاينش دابا مع في عهد العهد ما كاينش احزاب سياسيه. الحسن كان كيسمع الاحزاب، الاحزاب السياسيه، البرلمان، القوى، حتى لجنه العفو اللي كانت في وقت ذاك الوقت في عهد الحسن الثاني كتدفع الملك ياخذ مبادرات كتناقش مع الاحزاب مصلحه. دابا كل شيء راجع لك الله، لجنه العفو كتفرج، الاحزاب كتفرج، وشكون ينتج المبادره؟ ها هو الملك دار مبادره واخا، خرجوا هاد عباد الله اعطيكم عميتان، واخا هو ملك تبلبلت البلاد ولا شكون شحال مسؤوليه؟ ولكن ملي كتجي مبادره من الاحزاب وكتكون مبادره من البرلمان ومن لجان العفو الملك تيدير مبادره بعدا كلشي كيتحمسوا اذا وقع شي حاجه. انا كنقولها فرضا ملي جا التقرير ديال اعتقد 94 من البرلمان الاوروبي كان كبرزه الحسن الثاني عقلت على الخطاب ديال عيد الشباب في 94. نقرا لكم واحد المقطع، نقرا لكم واحد المقطع اخوتي المغاربه، شوفوا المقطع كيفاش كان. دابا الحسن الثاني كيخطب قال لك ولي اليقين التام انه كلما اجتمعت كلمتكم في الماضي ستجتمع في المستقبل. لاحظوا كيهضر على كلش
لان المغرب كان في 94 وكاين ازمه، ومن بعد جا تقرير ديال البنك الدولي 95 وعاد جي الخطاب ديال السكته القلبيه كان المغرب، وكان داك السيك بوستا اعتقد في 93 رفض. شوفوا الحسن الثاني بدهاء وعاد يعفو على المعتقلين كامل، ولكن كنقول كيفاش الاحزاب دفعت وكيفاش البرلمان دفع وكيفاش عباد الله. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا الخطاب ديال ولي اليقين انه كلما اجتمع كما اجتمعت كلمتكم في الماضي ستجتمع في المستقبل القريب جدا، حتى يتعلم ابناؤنا وحفادتنا كيف يقوم بالعمل الجماعي، حتى يروا فينا اسوه حسنه يمكنهم هم انفسهم بعدنا ان يلقنوها درسا لابنائهم وحفادتهم. فهذا نداء المستقبل ونداء المسؤوليه ونداء الشفافيه، نداء الوطنيه. ولكن كما تعلم شعبي العزيز، كل عمل يجب أن يوجد له مناخ حتى يكون ذلك العمل مثمرا. كيهضر المحسن الثاني خصنا واحد المناخ سياسي باش ندخلوا لواحد المرحله بحال دابا، خصنا مناخ. عندنا هالطن، عندنا بزاف ديال الحويجات داخلنا. سمعوا كيفاش كيأسس هو العفو، وحتى يقوم في إطاره كذا، لقد قررنا أن نطوي نهائيا. سمع هذه هي المهمه اللي بغيت نقرا لكم. وحتى قال لك كل عمل يجب ان يوجد له مناخ حتى يكون ذلك العمل عملا مثمرا، وحتى يقوم في اطاره الرجال المسؤول بعملهم في جو من المرح وفي جو خالي من كل ما من شأنه ان يشوبه. لقد قررنا ان نطوي نهائيا صفحه على ما يسمى عندنا بالمعتقلين السياسيين، والله يعلم سريرتي وطويتي، لا يمكن أن أقول إن فلانا سجين لسبب سياسي أو لسبب إجرامي، ولكن لي الرغبة في أن يتضح هذا الأمر نهائيا حتى لا نبقى عرضة للحيرة والتشكك في الداخل، وعرضة لأن يلمزنا المغرضون والأعداء في الخارج. عندما كيستغلون الأعداء، هذه اللي سميتوها فرنسا ربما أعداء يا الله حسيتي، والناس بزاف كيشتغلوا الملفات وكينالوا من صوره البلاد رغم منجزاتها ومكتسباتها. علاش كنعطيهم فرصه؟ علاش؟ علاش؟ اسيدي وقعت تجاوزات. انا غنكون عادل وتا انا باش تعرفونا بكل، انا حميد المهداوي ربما ما حسبتهاش مزيان، ماشي قانونيا. وسيروا معايا وحده بوحده، ماشي قانونيا، قانونيا وضعي سليم، من حقي الصحفي نمشي لاي تظاهره. فين كان نغطي التظاهرات؟ لما كنت في قلبها، لانهم عابوا عليا علاش المهداوي طلعتي في الحسيمه. أسيدي أنا غلطت، شوفوا الغلطة كي دايرة أدبيا ماشي قانونيا، ما دايرة حتى غلطة، ما عادش الحق الدولة تشدني نمشي، ولكن حيت فواحد الدولة ماشي كندا والسويد وبنية هشة والقانون وكاين التربص، أسيدي ما كانش عليا نطلع للحسيمة في ذاك الوقت، رغم أن واجب الصحفي والقانون يطلع، حيت في بنية فيها الظلم وفيها القضاء باقي ماشي 100% مستقل وكاين القضاة وأنتم شفتوا دبابات. انا قبلت هذه الفكره، ما كانش عليا نطلع نظرا علاش عندي تكتير وعندي ديك السيك الناس كيتبعوني وكذا، ما كانش عليا نطلع. واخا انا كنعاودها كان عليا نطلع قانونيا وصحفيا، عندي الحق، حنا في واحد البلاد مخلطه فيها العرار. قياسا على التحليل اللي درت نقول سيدي التوفيق ما كانش موافق، كتب شي افتتاحيه ماشي هي هذيك، شي عنوان راه كنسمعوا منها، ها العنوان اللي داه، ها الافتتاحيه اللي دات، ولا هذه لا بزاف. لنفترض ان التوفيق دار شي افتتاحيه وقاص وما كانش عليه قياس، ماشي قانونيا، ماشي صحفيا، ادبيا في واحد البنيه وفي واحد الثقافه في واحد البلاد مزيان. عمر راضي لنفترض كان وكذا، لنفترض سليمان قال شي افتتاحيه ولا كتب شي مقال ولا دار شي خرجه ولا دار شي حاجه الله اعلم. انا كنسلم بهذا الشيء، غلطنا وتجاوزنا ماشي قانونيا، ما كاين باس. كاين جوج حوايج، اولا كاين واحد كنقولوا حنا كاين النص وكاين محيط النص. الناس ديال اللي كيديروا القانون الدولي كيعرفوا هاد ما معنى النص ومحيط. مثلا في المنطق مثلا اللي رجعتي للميثاق الامم المتحده هذاك نص، ولكن راه كاين محيط النص هو ومحيطه التوازنات اللي كانت تما الدوليه وشكون اللي خارج رابح من الحرب العالميه، هذاك النص يعكس تلك المرحله ذلك المحيط. اليوم مثلا الميثاق الامم المتحده اصبح باليا متجاوز، لحقاش ظهرت عناصر جديده وظهرت قوى جديده ومعطيات جديده، علاش دابا كيبان ما عنده حتى شي قيمه؟ اذا خص، اذا كنقولوا النص ومحيط النص، بحال دستور 2011 هو بنو محيطه ديك اللحظه، الغليان، تونس، البوعزيزي، المغرب، عطاك دستور يعكس هذا هو كنقولوا النص ومحيط النص. حتى توفيق، حتى الزفزافي، حتى كاين واحد الوضع في المغرب، الناس شافوا حريه التعبير، شافوا الرميت يقول لك الملك قال لهم واخا يسئلي شي واحد الله يسامح، قال كذا، حريه التعبير، الجو، مناخ، دستور، عطى واحد لا دوز واحد اللحظه. اليوم الاوضاع تكالمات، ما هو مبرر استمرار اعتقال هاد الصحفيين بهذه الطريقه؟ ما هو مبرر؟ واش احنا في النظام المغربي ما عفيناش على الناس كانوا متورطين كاع في انقلابات؟ اسيدي ما نقولوا كاع ضد النظام، ماشي حتى ضد شخص ولا بنت ولا ولد. لا
ناس عندهم صبغة إما صحفيين إما سياسيين، وتورطوا أحيانا ربما في جرائم الحق العام وأدينوا بالحق العام، احنا سيدي وسامحناهم وربحنا النقيطات. شكون اللي نقدنا من الربيع العربي والأمازيغي؟ قلت لكم في مناسبة أخرى، نقدنا الحسن الثاني ومحمد السادس بجوجهم، النظام ديالهم والمستشارين اللي معاهم وكذا. الحسن الثاني نقدنا لأنه بكري دار العفو على المعتقلين السياسيين، وعيط لليوسفي والاتحادي وحنا الراس بواحد الطريقة ذكية، كنقولوا حنا الراس الوطن. الحسن الثاني لقى البلاد مفوهة، محمد السادس عاوتاني من جا طلق أوراش كبيرة، طلق أوراش ونقاش، المجتمع تنفس. منين جا 2011 ما كانش عندنا الحقد اللي كان في تونس ولا اللي عند المصريين، لأنه ما داروش داكشي اللي درنا في المغرب. نفس العملية دابا اليوم، نفس العملية كترخ. دابا كاين حقد، بدا كيتراكم حقد عند الناس، راه كنتلاقاو الناس بنادم مزموج اللي عنده واللي ما عندوش. على هادشي كنقولوا ها هو عمر خرج دابا، شكون راه تنسى دابا؟ كره سليمان خرج وتنسى، كره توفيق تنسى، وما كان سيدي العقاب تاع واش العقبه هي؟ شحال واحد قتل ورجع وطرد هذاك السلفي؟ واش العبره زعما هو الحبس بزاف؟ زعما خصنا نتعاقبوا باش ورا؟ شوف اللي راه العقاب هو العقاب الشعبي الصحفي والمثقف تيعاقبوا ضميره والرؤيه الشعب ليه اكثر من المحكمه. واش شي اهون عقاب للمثقف والصحفي والمفكر ولا اللي صحفي؟ اهون عقاب هو المحكمه كيرتاح فيها، واقصى شكل العقاب المثقف هو ديك النظره المجتمع عليه ملي كطيح الاسهم ديالو في عين الناس، او لا عقاب الضمير، ضميره كيجرحو وعاد ولادو ومحيط. توفيق وسليمان وعمر، انا كنقول الناس اللي شهيتهم في التعذيب وفي العقاب عوقبوا. اليوم راه كيتعاقب الوطن مع توفيق، والله توفيق ما كيتعاقب، يعاقب الوطن المغربي. مع سليمان يعاقب الوطن المغربي، مع عمر يعاقب الوطن، والا التقارير اللي خارجه وعندها اثار الصحراء والمشاكل، والصحراء كندفعوا من ثمنها، كندفعوا نحن كوطن، احنا كندفعوا كوطن، كنا كندفعوا، والوطن خصو يكون كبير. اش انا نبقى نتعامل مع الزفزافي؟ كاين بعض الاسكان نسمع بعض الروايات، لا خصو يكتب العفو. واش عباد الله الدولة ولا الوطن راه بحال احنا عوليدات صغير، ندير بحال شي ولدك صغير، احنا انا ولا الزفزافي ولا توفيق، احنا عوليدات ديال الوطن، عوليدات ديال الدولة، بقى نقابلوا ولا شي واحد مرضي في الحبس انا راه وقعت ليا، صافي كنشد واحد الغنان، انا واحد الوقت كنبقى نحك الدم كنبقى نجبدو يلاه، كيجيو عندي هكا يديوني الطبيب صافي وليت عدو راسي، حيت عقل غايب ليا ما كنفكرش في صحتي، كنت كنموت، انسان تيكون في الحبس يكون غايب له العقل، ما نبقاوش شادين في اخوتي المغاربة. كنحب باش نهضر في هذا الموضوع ديال هذا العفو، لانه فيه حساسيات وفيه واخا بعض الواحد لا ما صارش على هذا، لا هذا راه شادو فلان، لا هذا راه انا ما كنناقش اخوتي الدوله، كنناقش في حاله انسانيه، انا صحافي ما يمكنش واحد يقول لي ما تهضرش. انا ما حاكمت لا القضاء ولا صادرت اطراف الخصومه، لا في توفيق ولا في غير توفيق ولا في سليمان ولا لا داك الشيء الظاهري لا الخفي، انا صحافي دائما كنشتغل في الانساني وفي الانفراجات، كنهضر بمصلحه الدوله، ما كنناقش باللعب اللي هو صغير، والله يجعل ربي يدير شي تاويل ديال الخير. المحطة التالية وباقتضاب شديد، هذا الخبر اللي قلقني وهضرت فيه، كتقرا خبر بأن الفرقة الوطنية استدعت مبديع بحرام من تنتخب رئيس. خرجت واحد الرواية في شي مصادر بأن مصادر مقربة من مبديع كتكذب وما كاينش داكشي. نسولكم عندي جوج أسئلة هنا ولا ثلاثة، الأولى مصادر كذبت، يمكن يكون كذبت، كذب مبديع ولا مصادر مقربة منه ماشي تما المشكل. ولكن كيفاش كذبوا؟ يعني غدا ما عيطوش الفرقه انا ولا عندي مشكل بحال اللي كذبت، يعني المتابعه غير كذوب، ما بقاش الفرقه تعيط، حتى ذاك التكذيب جاني غريب. وممكن الفرقه تعيط له غدا واش صافي ولا محصن ولا؟ انا ملي لقيت ذاك التكذيب وداك الشيء عكذوب وشويه جاتني غريبه. اذا الفرقه ما تبقاش تعيط دابا المبديع بهذا المنطق يكذب، ولا عيطت غدا عاوتاني تكذب. وعلاش المبديع ما يديرش ندوه صحفيه؟ علاش؟ انا سؤال هذا احترامي للقضاء. كذب بحال هذا وانا انتخبت رئيس لجنة العفو، وديك التهم اللي كنتابعها بها مع احترامي للفرقه الوطنيه والشرطه وما نعاودش سريه البحث، اي خوتي رانا مظلوم في ذاك الملف هذا، علاش ما تواصلتيش معنا؟ علاش مصادر مقربه اللي كتواصل؟ علاش؟ علاش انت ما تهضرش كما كيديروا عباد الله كاملين؟ سؤال اخر، علاش وردتي راسك وردتينا في هذا النقاش دابا؟ احنا دابا كبلاد. سؤال اخر، واش عندك انت مبدع شي قدرات برلمانيه؟ ما عندك شي برلماني في لجنه العدل والتشريع وتنفع الوطن؟ كما قال لي واحد السيد واللي البارح تلاقيته، قال لي الدوله كيناقش لي الدوله، قال لي يا حامد واش صحابك الدوله؟ ما قلت له شنو؟ قال لي دابا واحد السيد خاسر جوج المليار في الانتخابات، على مال الدوله ما عندها عقل ولا؟ انت علاش خاسر جوج المليار؟ باش تصلح اوضاع المغاربه؟ انت راه جاي تحل مشاكلك ومصالحك وشركاتك، الدوله عايقه بك، صافي. قال لي هكا باش الدوله كتعامل مع عباد الله؟ قلت لي ملي كتلقى الشخص خاسر جوج المليار في الانتخابات وعارفه يوكل هذا، فاهمه راه داخل هذا كدير له الدوله؟ قال لي نفس العمليه، دابا انت السي مبديع مثلا. اعطيني الربح والخساره، ها انت على راس لجنه العدل والتشريع، وحتى دوك اللي انتخبوك
هذوك اللي انتخبوك. عطيني قدراتك مثلا، تقاري شي قانون، كتعرف تسير شي جلسه، غدوا شي مصلحه البلاد في كاين الربح والبرلمان. عطيني غير ربح والله تنسكت، عطيني شي ربح. انا كنبغي نجلس مثلا اي هاد السيد متابع امام الفرقه الوطنيه وغنتشوهو قدام العالم، ولكن جوا المغاربه الشهيد محمد المبديع، وخا حنا خاصنا هنا صوره في واحد الربح، ولي هنا عنده واحد القدرات، عنده كينظم الجلسات، كيبرمج، كيعرف يجلس، كيعرف وانتوما كمغاربه راكم رابحين معاه هنا، وخا ضر هنا انا قابلتي وريني الربح ديالو مثلا. نقول والله لا باقي نهضر به، حشوم عليكم وعيب الله عليكم يا السادة البرلمانيين ويا السي أوزين ويا السي كذا. محطة أخرى مؤلمة أخوتي المغاربة هو المشاهد المأساوية اللي شفنا من الصخيرات، ضحايا السكن العشوائي وبسطاء الشعب. أخوتي المغاربة، مغاربة اللي واحد النهار خلوهم يبنيو قدام أعين المقدم، والقايد كيشوف، والعامل كيشوف، والباشا كيشوف، والوزير كيشوف، مع كامل الأسف، وعطاهم باش يدخلوا الضوء وباش يدخلوا الماء، ومشاو كيقريو وليداتهم. واحد النهار السلطات المغربية شقت لهم، قالت لهم أنتم خارج القانون، خرج ريب، خرج وكري وتسنى الحل. فعلا نعس أنا ومرتي ولادي، مشي شغلنا فيك، موت نعس تحت الشجر، سير لغابة الأمازون، شوف كدير لحالتك. ببساطة ببساطة، مشاهد مؤلمة أخوتي المغاربة. وفي هذه الحلقه وفي هذه القناه دائما كنقول لهم اخوتي المغاربه، تنقول لكم راه اخطر عدو للدوله المغربيه وللوطن هم الفاسدون بيناتنا. يقولون الله الوطن الملك، ويخربون ويعادون الله والوطن والملك. ماشي كلش، كاين عدد من المسؤولين والولاة والعمال والوزراء دازو كيقولوا الله الوطن الملك ومخلصون لله وللوطن وللملك. ما كنهضرش في هادو، انا هضرت على واحد الناس بعضهم قياد. حيت السؤال، هاد الديور فوقاش تبناو؟ فين كاين القايد؟ في راسو. واش كاين الفلوس دايره تما؟ واش الفساد؟ السؤال فيك تي القايد. واحد الوقت انا معاك السكن العشوائي مدير كذا، بغينا عماله بلا مدن صفيح. سؤال، فين كنتي؟ هذه راه مسؤوليه مشتركه، انا مواطن وانا مسؤوليتي اقل، حيت انا عندي وليدات باغي نسكن، انا صاحب حاجه، انا صاحب حاجه باغي نستر وليداتي من ندير القطره، ندير لك القصد، ندير ماشي شغل. انت الدوله فين كنتي يا العامل؟ فين كنتي يا الوالي؟ فين كنتي يا الوزير؟ فين كانوا ولاة الداخلية؟ فين كانت المخابرات؟ فين كانت النيابة العامة؟ فين كانت السلطات المغربية؟ أنا كصحفي ولا كمواطن مغربي فرحان نشوف مدن بدون صفيح، وعجبني السلطات تواجه التسيب، لأن هذا الشيء كنتجلينا تطرف، كنتجلينا الآفات، كنتجلينا ناس بعاهات نفسية يعني عاهات نفسية، كنجنين الامراض، الجريمه. انا مع الدوله المغربيه هذه الحمله اللي كدير، ولكن فين ما عنديش معها وفين ما كنتفقش معها، ما ندفعوش حنا الثمن بوحدنا. دوك الناس شكون اللي سهلهم؟ فين كانت عينيها السلطات المغربيه؟ مزيان، واش دابا نقول لهم فيك التوك هذا انت كصحفي وشنو بغيتي نحبسوا؟ ولا لا ما قلتكمش حبسوا، اجي نتقاسموا المحنه الازمه، سير وجد السكن، وجد العباد الله وخرجهم، ماشي خرج كري ما عرفش عنده فلوس كري ولا ما عنده، خرج عطي عخرج وريب له. هي كيفاش خرجوا يجيب له؟ كاين بعضهم عنده الفلوس خازنها انت، كاين بعضهم كيلعب في السوق السكن الاقتصادي، كاين اللي عنده شقه هنا ونقص هنا، كاين تلعوات، انا معاكم، ولكن في خضم هذه العمليه ديروا بالكم راه كاين بصح اللي ما عندوش، كيتالم وكيتطحن وكيبات برا، وهذا الشيء غتكون عنده اثار ماشي دابا، في المستقبل، عقله والايام بيناتنا. شحال من حاجه كنقولوها لكم هنا وكتحقروها، غتكون تكلفه خطيره في المستقبل. شكون اللي غيدفع الثمن؟ حنا كوطن. عطر معضلات اجتماعيه، عطر انحرافات، عطر اشكال ازمات نفسيه، عطر بتجليات مختلفه، لان التدخل ديال السلطات كان قاصح. انا كنقول لك السي الوالي اليعقوبي، وانت معروف عليك واحد الصرامه، ما كرهتكش هاد الصرامه، ديرها مع العمده ديال الرباط، وديرها مع المستثمرين، وديرها مع اللي كيفوزوا بشي اراضي ماشي هما هذوك، والتبذير والسفريات. علاش انت السي الوالي فيك شي حوايج زوينه؟ الله اعلم، سمعت انك نظيف، ما كتشد لها رشوه ولا فساد، قل سولت فيك، هذه شهاده للتاريخ. السي اليعقوبي عندك هذه الصوره، كاين حتى انا صحابي كنتلاقاهم ما قال لك والو، ما يشد معك حتى 4 دريال، واخا تعطيه الملايق، الله اعلم، والله ما نتهمك، ولكن تنقول لك انا ما سمعت عنك، وهذا شيء هذه تحسب لك، عجبتني. ولكن عندك واحد الجانب ما كنتبهلوش وقلتها للناس ملي كنت في الحبس. في السجن اش كيديروا؟ جابوا واحد مدير سجن العكاشه ورئيس المعقل،
صار يمين ما كيشدوش اياه كذا، ولكن راه كيجي لك واحد دابا الدولات كت حتي حيد من الكوفه ببساطه وسد عليه والصراوه ما كاينش الحشيش ما كاين فلوس مزيان، ولكن ملي راه ما كت الانسان راه ما كاينش راه غيرجع يدير الجريمه، راه كتجي لي قنابل في المستقبل كانت محاقد على رئيس المحكمه على السلطه جايع محروب شهيته مفتوحه واحد الوقت عنده واحد البليه قطعتيها له الطق واحد الجو كان في الحبس وما كاينش موكبه وما كاينش قطاعات اخرى كتدخل وما كاينش عمل منتظم كتكون فيه عدد من الفاعلين. لا ها الفساد هنا عرفتي واحد دخل مثلا المستشفى يداوى حط خرج هنا ولا القانون، لا القانون خصو يكون في كل شيء. المهم بغيتش ندخل معكم في تفاصيل بزاف في هذا المستوى. انا كنقول لكم اخوتي المغاربه السلطات تحارب هذا السكن احنا معاه، ولكن ماشي ريب وخرج وما عارفو فين مشى، راه ستكون لهذا تابع وخاص الناس وخاص السلطات تحمل مسؤوليتها ما تبانش غير سميتو. لا انت كقائد شكون هما القياد اللي داروا لاباس من السكن الاقتصادي؟ ما تقولش لي القياد ما ضربوش الصرف، وما تقولش لي الباشاوات ما ضربوش الصرف وعمال ما ضربوش الصرف وولات ما ضربوش الصرف في واحد الوقت، ما تقولوهاش لي. واش انا والي ولا عامل خليك كتبني خارج القانون؟ علاش راجل اختي نسيبي مالي عندي القرور باينه مستافد انا منك بشكل او باخر. واش جميع الولات؟ لا كاين ولات والعمال اللي ما شدوا تريال وقياد وبوجودي انك كنهضر على بعض القله اللي تذكروا في سؤال. ودابا خليتيني نبني حتى بنيت وجيتي ريبتيني وانت كدوله ما عندكش كيفاش تدخل. انا دائما كنهضر على الدوله الصرامه زوينه، ولكن الصرامه علاش ما كتكونش تجاه اللي خالتهم في العرس؟ علاش؟ اجي انت اجي اجي انت مروض دير روينه هنا ومن 97 وانت رئيس جماعه اجي منين جاتك الثروه هذه هذه اجي راه داك فلوس والله الا بقى لك ريال اما غتبرر منين جاتك الله يسهل عليك ما بررتيش تصادر لفائده خزينه الدوله، وهذيك المصادره نبني بها لهاد الناس في سكنوا ونحل مشاكل الدوله. انا كنمشي عاد تراكس باق حيط قصير زعما رجع الله باق سعيد العالمي باق المهداوي باق الزمزمي هادو هادوك الكبار اخطبوطات العلاقات. منين جا هاد الفساد؟ منين جا هاد السكن العشوائي؟ نحاربوه غب اسهل الحل هو نريب ونجري على بنادم ونبان انا راه كنحارب السكن العشوائي. السيد الوالي واش كتعرف التكلفه ديال هادشي في المستقبل سياسيا وفين هو دوك المنتخبين اللي كيجيو يقدوا ورا؟ فين هي الاحزاب السياسيه في هذه الحمله؟ فين هو اللي كيبان لي على الشعب مع المخزن؟ فين مشى داك اللي جاب برنامج؟ وفين عاد السهل ومحسن والاخلوشات؟ وفين هو المستشارين؟ فين المنتخبون؟ واش هادي واش ماشي حشومه؟ فين هو المنتخب؟ خليتي المواطن مسكين جيتي في الاول عطيتيه سكون وتبتي عطاك صوته ايوا خليتي دابا كيريبوا له. واش اخوتي المغاربه في هاد التماره وفي هاد السخيرات واش بان لكم شي منتخب واش كاين شي احزاب سياسيه في المغرب؟ غير كالمهداوي ما تقولش البلاد انتهت سياسيا وفين هو الاحزاب؟ وفين هو البرلمان؟ هي ما ماشي هو شنو اللي كيوقع لبعض الجبناء ذوي النفوس ماشي كيتصارع هو عارف البلاد انتهت سياسيا هو حيت جبان يا اما كتكون دابا شنو كيوقع اما كتكون ضربتي اخنوش ولا ضربتي ولا انتقدتي وهبي ولا انتقدتي مثلا نفترضوا مثلا ولد رشيد ولا انتقدتي مثلا اختاروا شي اسماء ولا انتقدتي مثلا ياسين العماري ولا انتقدتي عصيد. انا نقول لكم واش كيوقع لي انا باش تبقاو تقراو شنو كيوقع لي دابا مثلا الاتباع ديال الشيخ ياسين الرجل ما كنقولوش فيه شي كلمه لعيب نهار اللي درت له الاسعار وبان بان موقفه فيه خذلان للاسلام لان يعني الاسلام كيقول خصك الناس تخربقوا واحد تيقول لا الاسلام ما كيهضرش على الاسعار الاسعار تيهضروا على برلمان المهم عجيب خصنا نحافظوا على ديك الصوره الناس ما قبلوش ديك الصوره طاح اش كيدير لك بنادم تيقع عليك في الدوره واحد كيبغي يشدك ها الوطن واحد هو راه كيدافع على ديك الدقه اللي كان ياسين العماري ولكن ما يجيبكش نيشان انت كيبغيك كيدافع على الوطن ولا كيدافع على اولا صحاب عصيد نهار اللي قلت له اولا صحاب بن كيرير اولا صحاب راه هذا هو خوتي المغاربه الانسان ما عندهمش المروءه يواجهك في المعركه تيتخزن لك ورا شي خطاب اما ديني اما وطني اما قومي والحال انه كيصفي معاك الحساب ديال شي معركه هزمتي له فيها شي صنم من الاصنام ديالو هذه هي الصراع اللي كاين في هذا خصكم تفهموا هكا ملي كتقيس الناس مصالحهم كيدوزوا لك من شي قلت وحنا الحمد لله ما عندنا مشكل يناقشونا كما يشاء. اذا اخوتي كنختم هذا النقاش هذا حتى هذا السكن الاقتصادي علاش علاش فين هما الدعاه في السكن القاد ملي كتشوف امك واختك والمراه مرميه فين هو الخطاب؟ فين هما الدعاه؟ الدعاه ديال الدين فين هما الدعاه؟ خصك تهضر على السكن انت كمسلم داعيه انا ديما صحفي غنحرج الدعاه خرجك تهضر باش تنفع الشعب اش غنخزنك؟ خليك تبقى تناقش لهم انت يا مستحبات الوضوء والاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج مهمه
وفوائد الصوم مهمة، والحولي والنقاش حول فوائد السنة ولا ماشي مؤكدة مهمة، واش هذه مؤكدة ولا غير، واش نصليو بالقبط ولا نصليو هكا مهمة، أنا ما كنقص حتى حاجة، ولكن كاين حاجة مهمة، هذاك اللي كيصلي هكا وكذاك خصو ولدو يقرا، خصو يسكر، خصو الشوكة، أنا هناك نحرجك كداعية، نحرجك ماشي باغي بكسو، خرج عاوني على هذوك، وكنخرج كنقول البرلماني خرج هدر، والوزير خرج، كلنا شركاء في هذا الوطن، الداعية والوزير، حتى واحد ما يقول لا أنا مهمتي غير نهضر في مستحبات الوضوء. انت البرلماني تهضر والسياسي يهضر والوزير كل شيء خصو يهضر، هذه الخلفيه ديالي اخوتي المغاربه. اذا كنختم كنقول هذا راه حرام، هذا الشيء اللي كيوقع على هذا السكن الاقتصادي، راه الدوله كتحمل مسؤوليه وخصها تحمل مسؤوليه، والمواطنين كاينين الاعي في المواطنين، كاين الغشاشه، كاين اللي كيشد البقعه هنا وبقعه اخرى يطيح لك في قناه اخرى، كاين اللي كيقلب فيها البيع، كاين المجرمين، اتونسيون عندك صحابكم على الداخليه بوحدها، كاين المجرمين المواطنين بعضهم شاري هنا وشاري هنا وبيع وداير اختو وداير خاتو وداير لاكارت ناسيونال وداير، ولكن السلطه خاصها تحمل مسؤوليتها، وراه عندها الادوات تعرف كل واحد وتضرب بيد من الحديد على دوك المتلاعبين. ولكن اكبر المتلاعبين شكون هما؟ هما دوك المقدميه ماشي كامل بعضهم، شي المقدم والشيخ، هذوك هما الالاعبين، هذوك هما اللي كيخلقوا لنا هذه السماصريه، هذوك هما الرواح، هما الرواح كيتخزن الكره، هما كيبغاو يضربوا بيد من الحديد والله ما يبقى حتى تلاعب. تقول لي الوعاء العقاري، فين مشى الوعاء العقاري؟ هذيك ديال انزكان عقلت شي كاين الداخليه دارت فيها 200 درهم شحال من وعباد الله المترو خذته ب 200 درهم منعش عقاري املك المخزن ديال الدوله وناض كيبيعوا لعباد الله بمليون وشي حاجه من 200 درهم تاخذ املاك المخزنيه كنا نسكنوا فيها الناس هاد المستثمرين والموقف تواطؤ مع بعض رجال السلطه وشنو دارت الداخليه في هاد الشكايه يا الله هي عندها سير لك العامل الزكار واش هذا ولا اللي قبله قول لينا شنو بشحال تشري هاد المترو هو واضح ب 200 مترو وكيفاش بعتيه بمليون وتقول لي غدا ما عنديش الوعاء العقاري في السكنه تاع عباد شكون دار الوعاء العقاري هذاك ديال مراكش مع داك الوالي ما عقلتش ليه واش حصاد ولا شكون هو ماشي حصاد واحد دوزوا الاراضي بجدريال وفي المغرب كامل اخوتي المغرب شكون اللي دار الوعاء العقاري ماشي هما قسموه بداو كيفرشخوا في عباد الله مساكن وغدا تقول لي ما عنديش الوعاء العقاري ما عنديش ما عنديش فكنتمنى لان هذه مآسي اخوتي راه الفساد هو اللي نجلينا هاد الشيء دابا التدويله ديال سعيد العالمي دابا سليمان الريسوني ولا عمر الرادي ولا الزفزافي انا كنقول فرضا خالفوا القانون ولكن الضرر ديالهم واش بقدر داك خاين اللي جا خدا الارض وخلى ليه هاد السكن الاقتصادي عرفتي هذا اللي خدا ليه هاد الارض ها هو تيقول عاش الملك وعاش الوطن وما كتشوفوش حتى كاع لا بتدوينه لا فيديو ما كيدير لا فيديو لا راي ولكن دار جريمه نجت ليا البنات خرجوا للطريق بعضهم نج ليا ناس ما لقاوش يقراو نج ليا بواحد خينا مشى قرا واري بالموت شوه لي صورتي قدام الدوله خرج الملك تيقول اين الثروه المشروع التنموي فشل شكون هو واحد خينا انا مشيتي قلبتي الله كنبغي ديما نزوميكم راه ماشي العيب ربك الله الوطن انت كتقول الله الوطن الملك وانت تخرب اراده الله وتخرب الوطن وتخرب الخطب الملكيه اذا ماشي محدد خصنا نفيقوا من هذا النوع من المجرمين اللي كيتاجروا باسم الوطن وباسم يعني البلاد وكيخدموا مصالحهم الضيقه واخر محطه هي هذه العمده ديال الرباط اسماء اسماء اغلالو على ما اعتقد هاد السيده تنسب ليها واحد تسجيل صوتي الصوت كتهضر بواحد الطريقه فظه وعنيفه مع شخص اعتقد على انه صحفي من خلال الكلام ديالها اولا نبغي نقول لكم اخوتي المغاربه ونعرض عليكم زميلنا السي محمد الطوبي اتصلت به وكان صيفط ليا واتصل بالسيده هذه اسماء اغلالو باش يقول لها شوفوا قال لها صباح الخير استاذه اسماء معك الطوبي محمد صحفي بموقع بديل اريد ان اعرف منكم ان اعرف منكم يعني بالاداب هل هذا التسجيل منسوب لكم تقولهاش لكي شوف شوف دابا انا شوف الصحفيين ديال موقع بديل بالاداب والصواب تهضر معها بصيغه لكم اريد ان اعرف لكم منك هل هذا منكم هل هذا التسجيل منسوب لكم صحيح وهل لديكم اي تعليق حول الموضوع هضر معها بمنتهى الاداب اتصل بها عدد من المرات والله ما جاوباته وقرات داكشي وما جاوبتش فلوس وقرات داكشي وما جاوباتوش اذا مهمتنا او مسؤوليتنا الصحفيه انتهت هنا اذا نعرضوا التسجيل الصوتي المنسوب لها واخلاقنا حيت حنا اخلاقنا ومقيدا بالاخلاق حنا ماشي بحال هاد السياسيين حنا الحمد لله مقيدين بالاخلاق مع ذلك غادي نعرض هذا وغنخلي تحفظ غنقول منسوب لها ربما في انتظارها معنا. سمعوا كيفاش كتهضر مع صحفي سمعوا J'ai jamais pris de voiture de service de ma vie. علاش كتهضري فرونسي؟ علاش كتهضري فرونسي؟ مالكم يا ضعاف الشخصية؟ هانتي تتسئي للدستور مرة أخرى. جي جامي هضري بالعربية بالدارجة، أنا هضرت معاك وأنا أنجيلا. كتغرزي أنت الدارجة المغربية، علاش كتهضري فرونسي علاش؟ خصك
حكم المغاربه ماشي كامل سيروا قراوا واحد الكتاب ديال سيكولوجيا الانسان المقهور ديال مصطفى حجازي، واحد من اروع الكتب، اروع الكتب فاش يدير علم الاجتماع السياسي، خاصكم تقراوه. واحد عنده واحد لابارتي تيقول لك التماهي بعدوان المتسلط، التماهي باسلوب المتسلط، التماهي بثقافه المتسلط. ماشي دائما، بعض المرات الانسان كيدير نظر على الشمس هذيك، كاين نظر ما تشوفوك حرض نظر، كاين واحد الواحد تيدير نظر زعما تيخلع هذيك، هو التماهي باسلوب علاش باش يتنكر الواقع، وكيكون واحد الانسان رجل ولا امراه كيعيش واحد الواقع خايب وما حاملش واقعه باش يتنكر باش يرفضه باش يحس انه ماشي الواقع، كيدير شي اسلوب، اما كيولي يهضر فرونسي زعما انا ماشي ندير هذا الواقع، اما كيدير نظر كحل، اما خلي الحاله ديال الطبيه صحيه ما كنهضرش هنا، هذا واحد الاسلوب كيديروا ليه كيتنكر بحال راجل ما كيبقى يضرب مرته، كيبغي يتنكر لذاك القهر اللي كيعيش مع الباترون ديالو. كتلقى مثلا شي واحد محقور وسط الوزاره ولا في الشركه حاقر وكذا، ما عندوش الشخصيه باش يواجه الباترون يواجه المجتمع، فاش يتنكر القهر وكيبان له حاجه تكسريه مرته وكيبدا يمثل عليها اولا ولادو. شحال واحد كتلقاه وسط دارو فار، كتلقاه وسط دارو سبع وفي الزنقه فار، وسط دارو مع مرته سبع وقدام باطو ولا صحابو فار. كاين هذا النوع من الشخصيات، سمحوا لي استعملت هذا المصطلح ديال الفار لان هادشي كيقلقني. انا كيعجبني البنادم اللي يكون فار وسط دارو والسبع برا، لان فار مع من هذيك عمرتك هذيك ولدك هذيك بنتك هذوك علاش هذوك كتجي ساعات الغضب وخاصنا ساعات الضبط، ولكن ماشي تكون وبرا بنادم ما كيعندوش القدره على المواجهه. فهاد السيده هادي يا خوتي المغاربه كتضرب الفرنسي، علاش علاش انت عمده كتهضري مع صح واش هذاك صاحب فرنسي وسو فاش تعرفوا بنادم عامل هادي كنعرف شخصيته مهزوزه. تنسوق طوموبيلتي وتندير المازوط ديالي وتنخلي لا تراسابيليتي، لان تنخلي لا تراسابيليتي يلاه خلي زعما الاثار لا كارت بونكير ديالي. دابا انت كتخلي انا كنت باغي نسولها كتخلي الاثار عارف هذا الشيء ولا من جميع المشتريات ديالك؟ اجي نقول لك شنو هي الممتلكات ديالك انت يا عمده الرباط؟ شوفي بغيت نسولك مادام انت هضرتي بهذه اللغه اعطيني ممتلكات كامله نشريها ومحيطك زوجك الله يذكره بخير ما نقولوش فيه كلمه العيب، شنو ممتلكات راه زوجك انت عمده، شنو الممتلكات ديال راجلك؟ الى عندكم شي ثروه الى منين جاتكم؟ حيت انا كنسمع عندكم ثروه خياليه انت ربما من الحلال من الخدمه، حتى واحد ما عنده الحق يتهم كصاحب مادام دخلتي في هذا النقاش المنسوب ليك انا نسول منين كتجي ديك الثروه واخا والمحيط كامل واخا واش تقدري تعاونينا في هذا من اين لك هذا؟ نقولوا ما كاينش قانون دابا اطلع غير المشروع ياك انت هي مع الوضوح والشفافيه ولا تخاكسي لا تراسيبيليتي ولا اش كتسميها ما كاين ما سمع خوتي المغاربه دو كومونتير افير ماشي فيما تخرج شي حاجه تبقى تتصلوا بي تفرعوا لي راسي. شوف تفرعوا هذه عنيفه هذه لا تمثل عمده الرباط. دابا ولي العهد في ذاك الصوره ذاك النهار شفتوا ولي العهد كي داير؟ انا كنعاودها لكم اخوتي دابا هاد النخبه واش كتمثل ولي العهد؟ واش كتمثل هاد؟ انا بغيت نعرف بعد هاد العبد هاد بلاد بغيت نقول شي مصطلح مالهم دايرين بحال هكا هادو مالهم؟ بقاو تفرعوا على راسي اولا انت انثى وما كاينش عندنا فرق بين انثى والذكر الحمد لله في المساواه انا ماشي عقليه دوك غير بغينا ولا كرهنا حنا مغاربه الانثى كيطلب فيها واحد بعض المرات تقدر تلقى راجل اختار راجل بحال بحال فهموني يا خوتي انا ما كنشوف انثى بحال بقاش تفرعوا لي راسي كتهضر مع صحافي الله يعطيك الرضا اليوم على عيد الله يعطيك الرضا حق راجل عيد مبارك سعيد ما تبقاش عيط لي راه عندك لاطاشي دو كومينيكاسيون عيط له ومن العيد في الدول الديمقراطيه اللي كانت شي حاجه ارجو ولا معطى ولا فساد تعيدك في العيد وفي العيد الوطني كيفاش عندك عيد؟ حنا الصحفيين عندنا شي عيد حنا كنعيدوا يعني حنا دابا نهار الصحافه المغاربه ما تقراوش الاخبار حنا ما كنعيدوش الصحفيين وانت هي المسؤوله ما تعيديش وكاين شي حاجه ارجو وقعه ولا ما عرفناش تعيط ما تعقاش تعيط لي صيفط له هذا الاوديو وبين هذا اوديو يعني ها الخطا فين كاين ربما ماشي مكالمه وإلا كان اوديو منسوب لكم صح كيفاش كتورطي ماشي فين ولا الهيئه الامني علاش اخوتي المغاربه انا ما كنقولش هادشي ديالها صحيح حيت عندي مع هاد السيده واقعه وقعت لي واحد النهار ما عرفت شنو عيط لي واحد الشخص صديق عزيز عليا بزاف قال لي حميد هذيك العمده ودرت شي حلقه على داك الشيء ديال الموظفين الاشباح ديك السيده راه ظريفه ومزيانه وخصها العوين نقسم لكم بالله المغاربه لازم شي حرف بحال اللي نتوما عشتوا معايا هذا المشهد قال لي حميد هذيك السيده راه مصلحه راه باغيه تصلح وداك السيد مسكين عنفه معاه كان مقول فيها حيت عاد عنفه من بعد انا شرحت له هو مسكين نيه داك صاحبي قال لي ديك السيده راه مصلحه راه خصها العوين انت درت عليها حلقه على الاشباح بالعكس قال لي راه كاين موضع الاشباح قال لي عاونها انا ملي قال لي عاونها وظريفه قلت حتى تكون السيده مصلحه وحنا جالسين كان هزيت التليفون عيطت ليها عادي عمري ما جبتها خوتي باش ما نقولوش المداوي راه كيصفي والله دابا جابها على حساب هي باش نقول لكم هذه المكالمه راه كديرها مع كلش السلام عليكم
السلام عليكم استاذ، لاباس بخير معكم. انا الصحفي سميتي حميد المهدي، كنعرفها براسي اخلاق. وزيدوا من بعد 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 استاذه، شوفي انا بغيت نقول لها، بغيت نقول لها هذاك الشخص اللي عيط لي باش ناسس معها الراحه، حتى لك على شي صور مسبقا، بغيت نقول لها راه واحد السيد عيط لي وربما غلطت في حقك، راه انت مصلحه واجي تعاونوا على هذا الرباط. انا اش ندير المستفسدين؟ مادام عندك نيه اصلاح واحد الموقع يعاونك، ما ناقصني منك حتى حاجه، نقسم لكم بالله. وهي كتسمع وتكذب هذا الشيء. أزيد أنت راه سمعت عليك مرة مزيانة، أسأل من بعد كلكم كتقولوا بحالك، أزيد خلاص وسربيني خلاص، بقاش دوخني في راسي، سربي خلاص، الله يجزيك بخير، نسمع واحد الصادق، بغيت نقول اسمي أسربي خلاص، سربي خلاص، شنو عندك؟ أسربيني خلاص، وعاد طلع داك الشريف صاحبك، أنا معطل خصني كيوسك ولا، أنت مالك تقيل؟ الرق، تا أنا تعصبت عليها، طفيت عليها، ما تما واش هذي عمدة؟ واش هذي عمدة؟ فين واش كتعرفوا أكبر أزمات المغرب بسبب التواصل وضعف التواصل؟ أكبر الأزمات في المغرب اللي كاين. إما التواصل مع الخارج، إما في الداخل، إما مع قسما بالله تعطب المغرب هو التواصل. تبي هذه غتواصل، هذه غدير الدبلوماسية، هذه غتمشي لبرا، هذه غتقنع لنا أحزاب الصحراء المغرب، هذه غتقنع معطلين، هذه غتكرميلك. دابا هذه تكرميلك شي، خاف راسك أخوتي المغاربة، والله هذه البلاد تاع دجوادها، كاين ناس كاين ناس مكالمين المغرب ما بينش كاع، وكاين ناس كانوا سياسيين شحال هذه وخا كتلقى فيه. مثلا تسمع لي بعض الافكار، راه قال واحد مره بنكيران قالوا كاين بعض العمال وخا سمعتهم ماشي لابد كانوا منتخبين معين، وبحال الاقل الا شعلت شي فتنه ولا شي دوار عنده يقدر يكالمي كيعرف يهضر مع الناس. دابا هادي والله تتشعل لك الفتنه. ها انا شعلتني دابا صحافي عاب هذا الاوديو، وتفكر داك تصور هادي دابا عمده شوف كي كتهضر، قالت موظفين الاشباح مشاو فين هما الموظفين، شرتيهم جبتي لها شي سمياتهم، ودابا كتقرا اخبار عليها هالممتلكات الجامعه هالهم جار كي كتهضر. دابا اللي كتهضر بهذه الطريقه تكون مصلحه، اسير قلب سير تفرع لي راسي سير انا قلت لي اما سير خلاص استاذ راه سمعت عليك راه بغيت نبني معاك ونعاونك، سير سير كلكم كتقولوا معاك اسير مني خلاص قتلقني طلقني شنو عندك شنو عندك سير مني خلاص. العمده ضربات وهذه هي البلاد اخوتي، عمق التواصل ضعف التواصل، شحال من قضيه عندنا عادله شكون يسوقها شكون يعرف يهضر عليها، شحال من ازمه كانت تحل عاب شويه تتحول الى ازمه دوليه بحال الخصم، شويه كان الخصم تشوف عاوتاني داير لك شي قناه برا اليوتيوب يولي كوما كانش وطني، والحمد لله وعدد منهم كوما كانش بعقلهم بعض الاخطاء وبعض خصها تحلعب شويه كتكبر وكيدفع الثمن ديالها الوطن كله. ولكن الحمد لله والله الا غنقول لكم غنختم بها، انا متفائل لمستقبل المغرب واخا انتهى سياسيا، انا باقي كنأكد المغرب انتهى سياسيا مع هاد عباره ثلاثي الفرح ولا ثلاثي املنا وهذا المستجد، راه المغرب انتهى سياسيا ولكن الحمد لله لم ينتهي المغرب امنيا. وكما المغرب دوز محطات سوداء ومؤلمه من بعد انبعث الفراش، فك احنا الحمد لله متفائلين على ان الغد افضل من الان، ولكن الان كنعيشوا الكارثه وكنأكد عليها. شي ملي تشوف واحد متابع فقر وطني رئيس لجنه العدل والتشريع انتهى المغرب السياسي، نشوف واحد يقول راه 17 مليار درهم معطيني انا الفلوس في الناس باش مليار، واش يمكن نعفي اخ النوج على 100 على 17 مليار درهم؟ يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود. وضا تلقى معاه وزير فاش في العدل انتهى المغرب السياسي. ملي تلقى وزير العدل كيحشر راسه في امور دينيه ما كيفقاش فيها وكيزرع الفتنه في البلاد، عرف المغرب انتهى سياسي. ملي تشوف واحد يقول لك رجعوا سنسقف اسعار المحروقات، لماذا؟ لانه شفنا من دار التحرير والقرار اللي دارته الحكومه السابقه انه الشركات رفعت من الهوامش الربح ديالها على حساب المواطنين والمواطنات، في الواقع فضلات انها تزيد الارباح على حساب الجيب ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي وصلت انه زادت الارباح 300%، وبالتالي تنعتبروا بان هذا جشع. عرف المغرب انتهى سياسيا، عقلوا لهذه المعلومات اللي كنعطيكم اخوتي. انا وملي تشوف واحد اللجنه وملي تشوف الحكومه ولات كتعين في واحد التنظيم ذاتي الصحفيين من دول العالم، دول العالم كلها الا المغرب كيعين فيه وكيذبح لك الدستور، المغرب انتهى سياسيا. ولكن ان شاء الله سياتي الرجال الذين سيبعثوا المغرب سياسيا من جديد في المستقبل، وهذا هو دورنا. وحتى هاد عباد الله الى صلحوا الاوضاع غنقول الحمد لله المغرب انتهى سياسيا وعاد سياسيا. اما المغرب يكون انتهى سياسيا ونخرجوا نتبيطقوا كما كيتبيطقوا بعض عباد الله، اما ب 4000 درهم، اما بكريمه، اما باغي يقوي اليوتيوب، اما باغي يطلع قناه على ظهري، اما 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 كيصفي حسابات، اما اما اما، والله لن نشارك في بيع الوهم للمغاربه. شكرا لكم والى اللقاء.